مشاهدينا الكرام، وبشان وفاة المعتقل ماهر الرماحي في مكتب مكافحة الإجرام الغري نتيجة التعذيب، للتعليق على هذا الموضوع وعلى هذا التقرير الصادر عن الطب العدلي ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. مرحبا بك أستاذ عمر الفرحان. اعتراف محكمة تحقيق النجف بتعرض المعتقل ماهر الرماحي للتعذيب حتى الموت يفتح الباب أمام الحديث عن هذا الحادث وما صاحبه من ادعاءات من القوات الأمنية، كيف ترى تعامل الأمن مع الحادثة؟ أهلا وسهلا بك. إن جرائم التعذيب ما زالت مستمرة وسوء التعامل هو الصفة السائدة والأبرز مع النزلاء في سجون وزارتي الدفاع والداخلية ومكافحة الإجرام، فضلا عن المعتقلات في وزارتي يعني بقية الوزارات، وأيضا المعتقلات في ميليشيا الحج الشعبي السجون السرية. هذا التعذيب يشكل ظاهرة وسياسة ممنهجة في السجون الحكومية وليست ممارسات فردية على الإطلاق كما يدعيها بعض الذين يدافعون عن هذه الأعمال. ومنذ عام 2003 من تاريخ الغزو الأمريكي وإلى اليوم لم يقدم للقضاء الحكومي أي من مرتكبي جرائم التعذيب، ولم تشكل أي لجنة حقوقية فعلية للتحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة، ولم تقدم الحكومات على أي خطوة في سبيل إيقاف هذه الظاهرة أو تجديمها بحسب الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها العراق، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2011 التي دخل إليها العراق رسميا. وهذه الحكومات لم تلتزم ولم تحترم بنود هذه الاتفاقية، بل أنها تضرب هذه الاتفاقيات عرض الحائط وتقوم بممارسات وممنهجة ضد المعتقلين. إن هذه الممارسات الوحشية تعكس مدى انعدام إحقاق العدالة من قبل السلطات الحكومية في العراق، وأن سكوتها هو ضوء أخضر للقوات الأمنية والإدارة السجون. ما الواجب على محكمة التحقيق فعله حيال ذلك؟ يعد العراق اليوم من أكثر الدول التي تلحق الأذى بالمعتقلين في سجونها، إذ أن هذه السجون تدار من قبل حكومة داخل حكومة، أي أن هذه إدارة السجون هي حكومة مستقلة بحد ذاتها وليس لها سلطات، ليس للسلطة المركزية أو الحكومة المركزية سلطة عليها في إيقاف أو تنفيذ أي قرار صادر منها، بل بالعكس أن هذه إدارات السجون في بعض الحالات تعد أعلى من هذه السلطة المركزية، لأنها تتبع إلى ميليشيات وتتبع إلى أحزاب متنفذة في الحكومة، وتمنع هذه الأحزاب والميليشيات تدخل أي طرف خارجي من ممارسة حقها، حتى أنها أصبحت هذه الميليشيات التي تدير هذه السجون بأنها يعني تدار من خلال صفقات سياسية، تدار من صفقات مالية وتدر تجارة رابحة على إدارة السجون. وكما هو معلوم فإن هذه المعتقلات هي من أسوأ المعتقلات في التاريخ، بسبب أن هذه المعتقلات تفتقر إلى أدنى يعني مقومات أو السلامة، لأنها يعني توصف بأنها تكون مؤهلة لهؤلاء المعتقلين، ونراها بالعكس بأنها تقوم بالتعذيب وتكسير الأرواح. هناك من يرى أن القضاء مسيس ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب من قوات الأمن من الميليشيات، إلى أي مدى ترى ما مدى خطورة ذلك فعلا على الوضع الإنساني في العراق؟ نعم، يعني هذا ما نؤكده وتؤكده التقارير الدولية ومن قبل المنظمات، ولا سيما أن هذه يعني تطرقت إليه منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بأن هذه المحاكم هي مسيسة وتتبع إلى جهات متنفذة وتتبع إلى أحزاب، هذه الأحزاب تقوم بتسييس وإدارة هذه المحاكم. ونرى أن أغلب أو معظم المعتقلين في هذه السجون والذين يحاكمون من قبل هذه الحكومات يعني اعتقلوا بطريق الوشاية وبالطائفية وبعمليات ابتزاز،
وكل هذه الأمور تجري تحت أنظار الحكومة وتغض الطرف عنها، لأنها تتبع لأحزاب وميليشيات ليست لها سيطرة عليها، وبالتالي فإن هذه العدالة الغائبة أو العدالة غير الموجودة في العراق يعني تتحكم بها. أستاذ عمر الفرحان، يعني مفوضية حقوق الإنسان تقول إن هناك 7663 حالة إخفاء قسري خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يعني هناك خطورة أيضا على من لم يظهر من المعتقلين أو المخفين قسرا حتى الآن، هناك ربما نحن أمام قتلى منتظرين. يعني أنتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، يعني ما دوركم في هذا الإطار؟ نعم، يعني تأتي هذه الأدوار من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية في رصد هذه الحالات وتوثيقها بشكل قانوني وبشكل محايد ومستقل، وتقدم هذه الحالات ومن الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية التي تنتهجها القوات الحكومية لا سيما في السجون وفي أحداث الأزمات في المحافظات. هذا يندرج من ضمن يعني الاعمال اليوميه التي يقوم بها المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وغيرها من المنظمات، ونرى هذا يعني طبيعي بشكل طبيعي في تقارير منظمه هيومن رايتس ووتش واللجنه الدوليه للصليب الاحمر ومنظمه العفو الدوليه، ولكن هذه المنظمات ليس لها سلطه وليس لها قوه الالزام للمجتمع الدولي سواء مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو أي طرف أو محكمة العدل الدولية في أو المحكمة الدولية الجنائية لاتخاذ يعني قوة رادعة ضد الحكومة العراقية لوقف هذه الظاهرة، بل نقوم نحن أحيانا أو تقوم المنظمات الدولية بعرض هذه الحالات أمام مجلس حقوق الإنسان، ونفسه المجلس يرفض هذه التقارير أو يتغاضى عنها ويتغافل عنها بسبب السياسات الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أيضا لفرض يعني سيطرتها على هذه المجالس والمنظمات الدولية تحول على تحقيق العدالة الغائبة في العراق بشتى الصور، حتى تظهر انها يعني من وجه امريكا انها دوله ديمقراطيه ومن قبل ايران بان هذه دوله تابعه لها ولا يمكن لاحد ان يتدخل في شؤونها. من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، شكرا جزيلا لك.